السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من أشطاري مع العطاري. مشات 2017 وجات 2018، الأرقام اللي كتبدل ولكن العمر اللي كيمشي. هادشي علاش في أولى حلقات هذا الموسم نسولو واش بالصح وعلاش المرأة ما كتبغيش تقول عمرها والسن ديالها الحقيقي. شحال في عمرك؟ 20 عام. لا يمكن ما سمعتيناش. شحال في عمرك؟ عندي 60 عام. وكون كان وعلاش كنلقاو انه اللي ما كتبغيش تقول العمر ديالها؟ الله اعلم، الواحد كيخاف يكونوا يبانوا كبار، ما كيبغيش يتزوجوا. السلام عليكم. انا 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 بغيت تبقى صغيره لحقاش الصغر تيلعب على الجمال. هادشي باش تخبي هي عمرها. كيبداو يلبسوا اللباس ديال بنت 20 عام و 24 عام، ما ساخيرش بالشباب، هما ما كيرضوش، كتجيهم شويه خصهم ديما يبقاو صغار. سي فغي الناس اللي مرات بعقلهم وصافي. وانت كتقولي لاج ديالك؟ مي بيان سو سنقول لاج ديالي. شحال في عمرك؟ عندي 28 عام. هادشي. وإمتى تقدر المرأة أنها ما تقولش اللاج ديالها؟ صافي لو وصلت 30 راه راجلها غيبقى يشوفها شارفة، الناس غيبقاو يشوفوها شارفة، صافي كتقول لك لو وصلت 30 راه صافي راه ناقص الخطر كيبدا يدخل. نقدر نسولكم؟ ميرسي بوكو. باقا صغيرة. يعني دابا اللي سولناك شحال في عمرك؟ غادي نقول لكم 21 عام. غير تأكدي. لا 21. أنا بنت ليا يمكن ما كتبغيش تكبر، كتبغي تبقى ديما صغيرة. هي تضر هذيك الكلمة كبيرة، عارف العمر ديال المرأة، حيت هذيك شريكة عمرك. ولا قلتي لها الشريفة كتقول لك نعم، ولا قلتي لها لالا كتقول لك نعم، ولا قلتي لها الوالدة ولا الحاجة تقول لك، ولا عرفتي كيف واحد الدار تقول لها الحاجة تقول لك أنا ما حاجاش. عمرها كبيرة كتقول لها الحاجة كتقول لك الحاجة يمك. الحاجة يمك يعني. ما كترضاش بعمرها وصافي. ما كيرضاوش. علاش ما كيرضاوش؟ ما عرف الله اعلم، كيديوها في الناس بزاف. فهمتيني، المرأة فيما كتلاقى معاها خصك ديما تقول لها راك واش عندك 20 طون، واخا كتبان شارفة تقول لها واش عندك 20 طون. ولا كانت عندك صديقتك وعندها مع ساطونت ولا شي حاجة، ديما قول لها واش هادي اختك ولا لا، حيت باش كدير لها البليزير، تحس براسها راه مازال صغيرة. فهمتيني، لا كلاس. الراجل ديما هو كيبغي يكبر راسو، ديما المرأة كتبغي تصغر راسها. صغيرة. نعم؟ المرأة تبغي تصغر راسها، ما تبانش عليها الكبورية. شحال في عمرك؟ 23. انا لاحظت انه كاع اللي من 30 عام لتحت كتقول عمرها، واللي من 30 عام ما كتبقاش باغا تقول عمرها. واش بصح هاد الظاهر؟ كتبقى عندها. واش بصح هاد الظاهر؟ 20 24. ماشي كلشي. دكتوره امل. السلام عليكم. السلام. لاباس عليك؟ الحمد لله. قول لي علاش المراه ما كتبغيش تقرب العمر ديالها؟ انت شي مراه واش؟ ماشي كلشي، كاين اللي فالح ياقه ما كتبغيش تعرف بالعمر ديالها، كل انسان اللي عادي ورويني اللي بغى يجي. السؤال حير العلماء في السماء والارض. رويني. وكون كانت في عمرك اكثر من 20 عام امتى ما تبقايش تقولي لنا عمرك؟ ملي غنوصل هذيك 30 31 غتوليو تقولوا لها كبيره، تولي تشوفوها على انها كبيره وصافي. ليت الشباب يعود يوما. ليت الشباب يعود يوما.